اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا انك على كل شيء قدير. اما بعد، كنا قد وصلنا الى الايه رقم 20 في سوره الجن. الان سنبدا من الايه 21 الى الايه الى الاخير. من يقرا لنا الايات فليتفضل. من مستعد لقراءة الآيات؟ إحدى الأخوات لا بأس. إحدى الأخوات، إلا حاضر يا شيخ. مستعدة؟ إن شاء الله. تفضلي. الآيات من الآية 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إن لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. الآن ننتقل إلى التفسير. من يقرأ؟ محمد إحسان. نعم يا شيخ، الحمد لله. تفضل. طيب، جزاك الله خيرا. بسم الله. قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هل صوتي مسموع يا شيخ؟ نعم نعم الحمد لله. قل لهم إني لا أملك لكم دفع ضرا قدره الله عليكم ولا أملك جلب النفع منعكم الله إياه. قل إني لا يجيراني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل لهم لن ينجيني من الله أحد إن عصيته ولن أجد من دونه ملتجئا ألجأ إليه إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لكن الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ورسالته التي بعثني بها إليكم. ومن يعص الله ورسوله فإن مسيره دخول نار جهنم خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. قال الله تعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون
فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أي ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم القيامة ما كانوا يعادون به في الدنيا من العذاب، حينئذ سيعلمون من أضعف ناصرا وسيعلمون من أقل أعوانا. قال الله تعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المنكرين للبعث: لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم أن له أجلا لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. هو سبحانه عالم الغيب كله، لا يخفى عليه منه شيء، فلا يطلع على غيبه أحدا، بل يبقى مختصا بعلمه. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا من ارتضاه سبحانه من رسول فإنه يطلع على ما شاء ويرسل من بين يدي رسل حرصا من الملائكة يحفظون من بين يدي رسول حرصا من الملائكة يحفظونه حتى لا يطلع غير الرسول على ذلك، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلغوا رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به من العناية، وأحاط الله بما لدى الملائكة والرسل علما فلا يخفى عليه من ذلك شيء، وأحصى عدد كل شيء فلا يخفى عليه سبحانه شيء. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خيرا. الآيات تتكلم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذا أراد الله بكم الضر فأنا لا أنفعكم ولا أرفع عنكم الضر، وإذا أراد بكم النفع فلا أستطيع أن أضركم، ولا لا أجلب لكم نفع ولا أجلب لكم ضر أو لا أدفع عنكم الضر. إذا كان الله قدر عليكم الضر فلن أدفعه عنكم، سيكون لكم الضر، وإذا قدر الله لكم نفع فلا أملك لكم نفعا آخر، ولا أرد نفعا قدره الله، ولا أمنع نفعا قدره الله، ولا أجلب نفعا لم يقدره الله. إذن لا أملك لكم ضرا أي دفع ضر، ولا رشد أي جلب نفع، جلب منفعة. طيب، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إذا عصيت الله تعالى فلن يجيرني من عذاب الله أحد، ولن أجد ملجأ ألجأ إليه. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نفسه، فما بالنا نحن؟ ويقول لن أجد ملجأ ألجأ إليه إذا عصيت ربي. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. الملتحد بمعنى ملتجأ، مكان ألجأ إليه. إلا بلاغا من الله ورسالاته. الذي أملكه فقط هو البلاغ، أبلغ من الله تعالى ما أمرني به وأبلغ رسالته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. المعصية هنا هي المعصية المخرجة من الملة. المعصية هنا ليس أي معصية،
وإنما المقصود المعصية التي تخرج الإنسان من ملة الإسلام، لأنه قال خالدين فيها أبدا. ومعصية الله ورسوله، المعصية العادية التي لا تخرج من الملة، لا يخلد الإنسان بسببها في النار، لا يخلد. وإنما الذي يخلد بسببها في النار هي المعصية التي تخرجه من الملة. مثال: الاستهزاء بالله ورسوله والدين والقرآن، هذا معصية تخرج من الملة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا يقول الله تعالى في سورة التوبة. إذن هناك معاصي تخرج من الملة: الاستهزاء بالله ورسوله وبدين الله وبالقرآن، هذا معصية مخرجة من الملة. عمل أعمال لا يمكن أن تفسر إلا بالكفر، مثلا إلقاء المصحف في القاذورات، أو الدوس عليه بالقدم، الدوس على المصحف بالقدم، ما هذا؟ ما يفسر إلا بالكفر. نعم. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هؤلاء الكفار سيستمرون على التكذيب حتى إذا رأوا يوم القيامة بأعينهم، فسيعلمون في ذلك اليوم من هو الضعيف ومن هو القوي، ومن هو الأقل عددا ومن هو الأكثر عددا، ومن هو الأكثر أعوانا. هم يظنون أنهم أكثر، لكنه عندما يأتي يوم القيامة يعلم أن كثرته لا تنفعه، وأن القلة المؤمنة أحسن وأفضل وأكثر من الكثرة الكافرة. إذن حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني العذاب أو القيامة، فسيعلمون أيضا في ذلك الوقت من أضعف ناصرا، من أضعف ناصرا، يعني من هو الذي ليس له ناصر، أو ناصره ضعيف، ناصره ضعيف. أنت حينما تحتمي إلى قوي، لكنك إذا احتميت إلى ضعيف ترى ذلك يوم القيامة أنك كنت تحتمي بضعيف. قل إن أدري أقريب أم بعيد ما أم أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الله تعالى: قل لهؤلاء المشركين لا أدري هل ما توعدون به من يوم القيامة أو من العذاب أو من البعث، هل هو قريب أم أن الله سبحانه وتعالى سيؤخره إلى أجل لا يعرفه إلا الله. قل إن أدري، قل إن أدري، كلمة إن هنا بمعنى ما، قل إن أدري أي ما أدري، لا أدري. فهنا إن نافية، هل سمعتم بإن النافية؟ هل سمعتم بإن النافية؟ لم يسمع أحد منكم بإن النافية؟ موجود كثير في القرآن الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا إلا بشر مثلكم. ما معنى إن هذا؟ ما هذا؟ ما هذا إلا بشر؟ إن هي إلا أسماء سميتموها، ما هي إلا أسماء سميتموها. قل إن أدري أقريب ما توعدون، قل ما أدري أو لا أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا أم يؤخره الله سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى. عالم الغيب سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يطلع أحد على الغيب إلا الله ومن ارتضى من رسول. الغيب عند الله وحده، وكذلك من ارتضى من رسول، الذي ارتضاه الله تعالى من الأنبياء أن يخبره بالغيب فإنه يخبره بالغيب من رضي. أما أن النبي يدعي أنه يعلم الغيب فلا، لا يمكن أن يفعل ذلك.
كل الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا من أطلعهم الله تعالى على الغيب أو بعض الغيب. هل هذا واضح؟ واضح شيخنا. طيب إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. كيف ذلك؟ كيف يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا؟ المقصود من أطلعه الله تعالى على الغيب هم الأنبياء، إلا من ارتضى من رسول. والله سبحانه وتعالى حينما يرسل جبريل بالغيب إلى نبي من أنبيائه فإنه يحوطه بحرس بحيث لا يتسرب هذا الغيب إلى مكان آخر، لا أحد يستطيع أن يأخذ هذا الغيب فيلقى إلى النبي وحده. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، هناك من يحفظونه حتى لا يطلع أحد على الغيب إلا الله ومن ارتضى من الأنبياء والرسل. مثال على اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب أو على بعض الغيب، أطلعه الله على الغيب. مثال حينما انتصرت الفرس على الروم، أهل فارس كانوا أهل أوثان يعبدون النار، وأهل الروم أهل كتاب يعبدون الله لكن على دين النصارى. فحينما انتصرت فارس على الروم فرح المشركون وحزن المسلمون، لأن الروم أقرب إلى المسلمين من الفرس، الفرس أهل أوثان ليسوا أصحاب دين سماوي، أما النصارى فهم أصحاب دين سماوي. فحزن المسلمون وفرح الكفار، فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن انتصرت الفرس على الروم، ولكن هذا الانتصار لن يدوم كثيرا، بل في بضع سنين سينتصر الروم على الفرس ويومئذ سيفرح المؤمنون. هكذا نزلت هذه السورة في مكة، في مكة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الكفار مكة يفرحون بانتصار الفرس، والنبي وأصحابه يحزنون بالانهزام الروم. فلما نزلت هذه الآيات جاء رجل إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر هل تسمع ما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال يقول إن الفرس بعد أن انتصروا على الروم سينهزمون أمام الروم مرة أخرى في بضع السنين، والبضع من الثلاثة إلى التسعة، من الثلاثة إلى التسعة. فقال إن كان قال فقد صدق، محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا. قال أتراهنني على ذلك؟ قال أراهن. على كم؟ على تسع من الإبل والمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جاءني أحد الكفار وقال لي كذا وكذا، فهل حقا ما قلت؟ قال: نعم. قال: قد راهنته على 9 من الإبل على 5 سنوات أو 3 سنوات. قال: يا أبا بكر، الله ما قال 3 سنوات، الله قال في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، فراهن على 7 ليس على 3. زد في الرهان وزد في المدة. فرجع إلى المشرك وقال له: أنت قلت في 3 سنوات؟ قال: نعم. قال: رسول الله ما قال 3 سنوات، وإنما قال بضع، والبضع ليس أكثر من 3 سنوات. قال: كم تريد؟ قال: أريد 7 سنين، وأزيد في الرهان إلى 11 ناقة. ما معنى 11 ناقة؟ يعني الكيف. إذا فاز إذا انتصرت الروم على الفرس في 7 سنوات، فإن أبا بكر يعطي الكافر 11 ناقة، وإذا انتصر الروم على الفرس في 7 سنوات، عفوا، إذا انتصرت الروم على الفرس في 7 سنوات، في خلال 7 سنوات من الآن، فإن الكافر يعطي لأبي بكر 11 ناقة، وإذا لم تنتصر فأبو بكر يعطي 11 ناقة. فاستمر الأمر كذلك، وعلم الكفار وعلم المسلمون بهذا الرهان. المسلمون بعد ذلك يدعون: اللهم انصر الروم على الفرس حتى ينتصر أبو بكر. والكفار يقولون: لقد انهزم الروم هزيمة لا يمكن أن يقوموا بعدها أبدا. فلما جاءت الهجرة جاء الكافر إلى أبي بكر، قال: يا أبا بكر، كأنك تريد أن تهاجر كما هاجر أصحابك. قال: ماذا تريد مني؟ قال: أريد منك ضبينا يضمن 11 ناقة. من يضمن؟ قال: يضمنني ابني عبد الرحمن. فأتى له بضمين وقال: أنا أضمن عن أبي 11 ناقة إلى أن ينتهي الموعد. هذا الكلام حصل قبل 5 سنوات، يعني بقي 2 سنين فقط حتى ينتهي الوقت. ففي وقت غزوة بدر أراد الكافر أن يخرج للقتال مع الكفار ليقاتل المسلمين، فجاء عبد الرحمن بن أبي بكر وقال: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى القتال. قال: وتريد أن تموت وفي ذمتك 11 ناقة لوالدي لو انتصرت الروم على الفرس؟ قال: ماذا تريد مني؟ قال: أريد ضمين، أو تبقى لا تذهب للقتال. إن شاء الله. قال: إذن أبقى. فبقي. فلما انتصر المسلمون في بدر في 2 للهجرة انتصرت الروم على الفرس. ما شاء الله. ففرح المسلمون بنصر الله في بدر وبانتصار الفرس الروم على الفرس في نفس الوقت. قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن كان نصر الله هو انتصار المسلمين في بدر، وكان يظن المسلمون أن النصر سيكون فقط للروم، وإذا به ينتصر المسلمون وينتصر الرومان أيضا. فيرسل الكافر من مكة إلى المدينة 11 ناقة لأبي بكر الصديق. ما شاء الله. وبعض الناس أسلم، بعض الكفار أسلم بسبب هذا الرهان، كانوا يظنون أن الفرس لن تقوم لهم أن الروم لن تقوم لهم قائمة بعد تلك الهزيمة، لكنهم استعادوا قوتهم في 7 سنوات وفي أقل من 7 سنوات. نعم. فمن أخبر صلى الله عليه وسلم بأمر سيكون بعد 7 سنوات؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أطلعه على الغيب. سيدنا يوسف كان يطلع الذين في السجن، يطلعهم على الرؤيا، والرؤيا غيب.
الله رضي له ذلك. كان سيدنا عيسى عليه السلام يخبر الأطفال ويقول لهم: اليوم ستأكلون في الغداء سمك، وتأكلون في العشاء اللحم، وتأكلون غدا في الإفطار تأكلون اللبن. فيرجعون الأطفال إلى آبائهم وأمهاتهم فيجدونه كما قال. من أطلعه على الغيب؟ الله. نعم. أما الشيء الذي قد حصل فليس بغيب. يعني مثلا الآن الآن هناك أشياء تحصل في خارج البيت، حينما أطلع عليها أنا لا أطلع على غيب، أنا أطلع على شيء قد حصل. ولذلك المنجمون والكهان والسحرة هؤلاء لا يذكرون الغيب المستقبل، وإنما يذكرون الذي قد حصل. تأتي إلى الساحر من مثلا من سوكابومي إلى باندونغ مثال، فيقول لك: أنت فلان ابن فلان ابن فلان، وأمك فلانة، وزوجتك فلانة، وابنك فلان. تقول: ما كيف عرف هذا؟ هل هذا غيب؟ لا، ليس غيب، أنت تعرف ذلك، إذن ليس غيب، هذا أمر قد حصل، وإنما الشياطين نقلوا إليه ذلك. ويقول: وجئت في سيارة موديل 2017، و مثلا يقول لك: أنت مرضت قبل 3 أيام، حصل لك حادث سيارة. كل ذلك ليس غيبا، كل ذلك يسمى غيب نسبي، أي يعرفه البعض ويجهله البعض الآخر. أما الغيب الذي هو المطلق هو الغيب الذي سيأتي. نعم. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. طيب، ليعلم الرسول أن الرسل قد أبلغوا رسالات الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بتلك الأمور عناية خاصة. فالله سبحانه وتعالى عندما يطلع رسوله على الغيب لا يطلع عليه أحد إلا رسوله، فيحيط بهذا الغيب ملائكة يحفظونه حتى لا يراه ويسمعه ويفهمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أحصى كل شيء عددا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء التي لا نستطيع عدها، يعلم قطرات البحار، يعلم ذرات الرمال، يعلم قطرات الأمطار، ما من ورقة يابسة أو رطبة تسقط من الشجرة أو تبقى إلا ويعلمها سبحانه وتعالى. علم الله تعالى دقيق جدا، فالعدد عنده مطلع عليه سبحانه وتعالى وأحاط به. لو قلت لك: كم عدد شعر رأسك؟ لا تستطيع، صعب جدا، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم عدد شعر الإنسان والحيوان، ويعلم سبحانه وتعالى عدد أوراق الأشجار وذرات الرمال وقطرات البحار والأمطار. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو بكل شيء عليم، فقد أحصى كل شيء عددا. طيب، ننتقل إلى التدبر. من يقرأ لنا التدبر؟ ماشي، تفضل. ما الذي نتعلمه من السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا الخير والشر والهدى والضلال لا يملكها إلا الله وحده ولا يطلب ذلك من وره سبحانه وتعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا لا ملجأ من الله إلا إليه ولا على العبد ألا يغتر بنفسه إلا بلاغا من الله ورسالاته وما يأس الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ما على الرسول إلا البلاغ معصية الله ورسوله موجبة لعذاب الدنيا والآخرة حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا لا يكون الإيمان برأي العين وإنما الإيمان التصديق بالغيب قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا النبي صلى الله عليه وسلم بشر والغيب لله وحده عالم الغيب ولا يظهر على غيبه أحدا الأصل في الغيب أنه لله والاستثناء ما يظهره الله عز وجل لبعض خلقه إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا قد يطلئ الله سبحانه وتعالى من ارتضى أن يطلئه من الرسل على غيب خاص ويتم ذلك بعد حماية كاملة من الشياطين كي لا ينقله إلى أوليائهم فيفتن الناس ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بيان إحاطة علم الله بكل شيء وإحصائه سبحانه وتعالى لكل شيء عددا كل شيء عند الله مكتوب مقيد مقصوب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفيك طيب قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا هناك حديث نبوي شريف يدل على ذلك ما هو حديث يدل على أنه لا يملك الإنسان ضرا ولا نفعا حديث النبي مع ابن نته ماذا يقول مع سيدة فاطمة شيخنا ماذا يقول لها saya tidak ada tidak mampu menolongmu nanti di hari akhir يقول لها يا فاطمة اعملي فإني لا أملك لك من الله شيئا هكذا تقديرا نعم حديث آخر حديث آخر مع عمه شيخنا كيف يعني حينما نزع كيف لما أبي طالب مع عمه أبي طالب شيخنا نعم ماذا صنع القول يعني أنه لم يستطع أن يسلم نعم طيب هناك حديث آخر حديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا
على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لكن هناك يقول إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وفي حديث آخر هذا حديث قدسي. أما الحديث الآخر فهو قوله صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنه لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا واضح صح؟ واضح. طيب. واضح جدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لا ملجأ من الله إلا إليه، وعلى العبد أن لا يغتر بنفسه. إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لن يجيرني من الله أحد، لو حصل مني معصية فلن يستطيع أن ينفعني أحد من الناس وهو رسول الله، فما بالنا نحن؟ إذن علينا ألا نغتر بأعمالنا، وعلينا أن نلجأ إلى الله في الدنيا قبل الآخرة. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ما على الرسول إلا البلاغ. معصية الله ورسوله موجبة لعذاب الدنيا والآخرة، معصية الله ورسوله، وذكرنا ذلك أنها المعصية المكفرة المخرجة من الملة. طيب، قال لا يكون الإيمان برأي العين وإنما الإيمان التصديق بالغيب. أما الإيمان برأي العين هذا خلاص الجميع يؤمنون برأي العين، لكن المؤمن هو الذي يؤمن بالغيب. يعني مثلا الإيمان بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المعجزات رآه الصحابة رأي العين، لكننا لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى معجزاته. إذن نحن نؤمن بالغيب، نحن نؤمن برسول الله بالغيب، وهم آمنوا بالشهادة بالحضور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وددت أني رأيت إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال إخواني الذين يؤمنون بي ولم يروني، أما أنتم فأنتم أصحابي. هم آمنوا بالشهادة ونحن آمنا بالغيب. أما الجنة والنار فقد آمنوا بها بالغيب، الذي رآها بعينه هو صلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة والنار حينما صعد إلى السماء، رأى الجنة والنار. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إن أدري أقريب ما توعدون. أنا لا أدري، رسول بشر لكنه يوحى إليه، هو بشر لكنه يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه. الأصل في الغيب أنه لله، لكن هناك استثناء لمن؟ من ارتضى من رسول. طيب، قد يقول قائل الذين أناس صالحون لكنهم أو حتى غير صالحين أحياناً يقولون سيكون كذا وكذا فيأتي فيكون كما يقولون، ما هو الذي يعني أحياناً قد نجد كما يقال محلل سياسي محلل عسكري يقول مثلا إندونيسيا ستكون في عام 2050
ستكون نصف مليار. هل هذا غيب؟ هل هذا غيب؟ غيب غيب. لا ليس غيب. ليس غيبا، هذه حسابات. إذا كان في إندونيسيا يولد في كل يوم مثال 100,000 إنسان كمثال، ويموت 70,000، إذن في كل يوم 30,000 هؤلاء زيادة، إذن سيكونون في 10 أيام 300,000، إذن سيكون في الشهر 900,000. فهمتم؟ فهمنا يا شيخ. إذن هم يحسبون بهذا الشكل. هذا حساب، هذا يسمى استشراف المستقبل. استشراف المستقبل يأخذ المعطيات ويقيس الماضي والحاضر ليعرف المستقبل. هذا يسمى علم استشراف المستقبل. هذا ليس غيب. أيضا سيكون يوم الغد أمطار في جاكرتا ولا يوجد أمطار في باندونغ وأمطار أيضا في مالانغ. هل هذا غيب؟ لا ليس غيب، لأنهم رصدوا الرياح الآن. الرياح من الآن إذا مشت باتجاه الشمال فإن السحب فإنها تحمل السحب إلى بلاد معينة، وإذا جاءت إلى بلاد الجنوب فإنها تذهب إلى بلاد معينة. فيقيسون المسافات، يعرفون كم تحتاج هذه الريح أن تصل إلى المكان، فيقولون من المتوقع أن يكون غدا في جاكرتا أمطار ولا يوجد في باندونغ. هذا ليس غيب، هي معطيات في أرض الواقع. إذا تحركت الرياح الآن ستصل الرياح بعد يوم واحد إلى مكان كذا ويحدث المطر. هذا ليس غيبا، هذا علم، علم الأرصاد الجوية، علم المناخ. فهمتم هذا؟ فهمنا إن شاء الله. نعم، هذا ليس غيبا، هذا علم علمه الله الإنسان. غيب نسبي شيء. غيب نسبي على البعض، لكنه في الآخرون قد اطلعوا على أسبابه ومسبباته. نعم، مثال: زوجتك حامل، زوجتك حامل، هي الآن في الشهر الثالث، انتهى الشهر الثالث، بقي لها 6 أشهر، تستطيع أن تحدد من الآن متى ستلد. ستقول بعد 6 أشهر ضبطا، إذن سيكون في يوم الثالث من شهر مثلا مايو، شهر مي، ستلد الزوجة. هل هذا غيب؟ ما ليس غيبا، هذا هو ليس، لأن المعطيات عندك، عندك معطيات موجودة في أرض الواقع. عندك زوجة وهي حامل وقد انتهى الشهر الثالث، إذن بقي كذا 6 أشهر هكذا. لكن أحيانا يقول لك الطبيب سيحصل لهذا الحمل سقوط في الشهر السابع، وفعلا يأتي الشهر السابع فيسقط، لأن عند هؤلاء الأطباء علم متى إذا وصلت الجنين بالحجم إلى حجم معين فإنه لا يستطيع الرحم المترهل الضعيف أن يتحمل فيسقط الجنين. إذن عندهم علم، عندهم علم للرحم، وعندهم علم للمرض المرأة، وعندهم علم للأيام التي مدة الحمل وهكذا. إذن هذا علم، هذا ليس غيبا. الغيب هو الغيب المجرد من أي أسباب. من يستطيع أن يقول متى سيموت؟
لا أحد. لا أحد. من يستطيع أن يقول كم رزقه بعد 15 يوما؟ ما هو الرزق الذي سيأتيه؟ لا أحد. وهكذا. أحد. طيب، لا يكون الإيمان برأي العين وإنما بالغيب. طيب، يقول الأصل لا، قد يطلع الله سبحانه وتعالى من ارتضى أن يطلعه من الرسل على غيب خاص، ويتم ذلك بعد حماية كاملة من الشياطين كي لا ينقله إلى أوليائهم فيفتنوا الناس. يفتنوا الناس بمعنى يضلونهم، يضلونهم عن دينهم. أخيرا، بيان إحاطة علم الله تعالى بكل شيء وإحصائه سبحانه وتعالى لكل شيء حدا، فكل شيء عند الله مكتوب مقيد محسوب. ننتقل إلى التزكية. من يقرأ؟ أنا يا شيخ. تفضل. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف نتخلق بآية سورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ألا ندعو إلا الله، ولا نسأل الهداية، ولا نسأل الهداية والخير والرشاد إلا منه سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا. أن نعتصم ونستجير بالله وحده، وأن نهرب من عذابه وسخطه بالتزام طاعته والاستقامة على شريعته عز وجل. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أن نبلغ عن الله ورسوله ولو آية، أن نحذر الذنوب صغيرها وكبيرها، أن نحذر الذنوب صغيرها وكبيرها. صغيرها بدل من الذنوب. أن نحذر الذنوب، إذن صغيرها وكبيرها. صغيرها، نعم. أن نحذر الذنوب صغيرها وكبيرها، فاقتراف المعاصي يوجب استحقاق العذاب، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ألا نغتر بإمهال الله عز وجل، فإن الله يمهل ولكنه لا يمهل. يمهل ولا يهمل. لا يمهل. فإن الله يمهل، فإن الله ولا يهمل. ولكن نعم، فإن الله يمهل ولا يمهل. ولا لذا يمهل. فإن الله يمهل ولا يهمل عفوا. لذا فلنقلع عن معاصينا ولنتوب إلى ربنا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. ألا تتعلق قلوبنا ورجاءنا إلا بربنا سبحانه وتعالى. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. ألا ننخدع بمن يدعون معرفة الغيب من الكهنة يا شيخ. من الكهنة والتجادين والعرافين، ومن هم على شاكلتهم. ومن هم
إلا من ومن هم على شاكلتهم إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أن نصدق بكل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون شك أو ريب ونكون على يقين بأن الوحي محفوظ من عبث الشياطين فلنصدق أي طاعن فيه أو أفاك أثيم ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أن نتوكل على الله عز وجل ونعلم أنه سبحانه وتعالى لن يضيعنا إذا استسلمنا لأمره وأسلمنا الوجه له. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. طيب ألا ندعو إلا الله واضح وإياكم ولا نسأل الهداية والخير والرشاد إلا منه سبحانه وتعالى واضح أن نعتصم ونستجير بالله نعتصم بالله ونستجير به نستجير نطلب أن يجيرنا وأن نهرب من عذابه وسخطه بطاعته. طيب في قوله أن نبلغ عن رسول الله ولو آية الدعوة إلى الله المعنى الدعوة إلى الله. طيب فاقتراف المعاصي يوجب استحقاق العذاب اقتراف بمعنى عمل اقترف الذنب بمعنى عمل ولا يقال اقتراف إلا في المعاصي لا يقال اقتراف اقتراف الحسنات لا نقول اقتراف الحسنات وإنما نقول اقتراف السيئات فلا يقال اقتراف إلا إذا كان العمل قبيح لقد اقترفت ذنبا لقد اقترفت عملا سيئا. نعم ألا نغتر بإمهال الله عز وجل فإن الله يمهل ولا يهمل يمهل بمعنى يعطي فرصة أخرى يمهل الله تعالى يمهل الكافر فلا يعاقبه بمجرد كفره بل يمهله سنة سنتين ثلاث عشر خمسين سنة مئة سنة يمهله لكنه لا يهمله سيعذبه إما في الدنيا وإما في الآخرة. يعني طيب قال فلنقلع عن معاصينا الإقلاع بمعنى الترك الإقلاع عن المعاصي يعني ترك المعاصي ولنتب إلى ربنا التوبة نتب من التوبة ألا تتعلق قلوبنا ورجاؤنا إلا بربنا تعلق القلب بالله أمر عظيم وتعلق القلب بالبشر جرم كبير إثم إذا تعلقنا بابن آدم. يا إخواني كثير من الناس إذا كان يعمل في مكان معين يظن أنه لو فصل من هذا العمل يعني يقول إلى أين أذهب كأنه لا يوجد رزق إلا في هذا المكان. يا أخي وما أدراك أن الله سبحانه وتعالى قد سخر لك الطرد من العمل هذا لتعمل عملا جديدا يرزقك الله أضعاف ما كنت تأخذ. نحن لا نعلم ما هو الأفضل لنا لكن الله سبحانه وتعالى يعلم فلا تعتمد على البشر اعتمد على الله. يقال أن بشر الحافي كان عنده مال ليحج به لكنه لا يوجد مع أولاده شيء فزوجته وأبناؤه
قالوا له بما أنه لا يوجد عندك إلا هذا المال فاتركه لنا أو اجلس هذا السنة هنا ولا تذهب إلى الحج. إلا ابنته قالت يا أبتي اذهب إلى الحج ما دمت قد نويت الحج في هذا السنة، اذهب إلى الحج ونحن سيتولانا الله. الجميع ينظر إلى تلك البنت، ما هذا الكلام؟ كيف يتركنا بدون مال؟ قالت اذهب يا أبي اذهب، نحن الرزق من الله وليس منك. فاقتنع الأب وذهب بتشجيع ابنته له وأخذ المال، وبدأت المعاناة عند الأولاد. من اليوم الثاني أو الثالث ربما ينتهي المواد الموجودة في البيت، فإذا بهم يلومون البنت، والبنت مطمئنة جدا تقول لهم هل أبي رزاق أم أكال؟ قالوا أكال. فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق، الرزاق باقي وهو الله، وهذا هو أكال يأكل مثلنا ولا يرزقنا، الله يرزقنا فقط. فكلما اشتد عليهم الجوع نظروا إلى البنت التي أمرت أباها أن يذهب إلى الحج بالمال. أخيرا ازداد انتقادهم للبنت، فقالت لهم تعلقوا بالله ولا تتعلقوا بعبد الله، أبي ما هو إلا عبد من عباد الله، تتعلق قلوبكم به وكأنه يرزقكم، تعلقوا بالله. وإذا بالخليفة يمر من جانب بيت بشر الحافي فيقول لقد ضمعت، أريد أن أشرب وأريد أن أشرب من هذا البيت. فيفتحون الباب وليس معهم إلا الماء في الداخل فقط، لا يوجد طعام. فيقول هل معكم ماء؟ قالوا نعم. فأخذوا الماء وأعطوا الخليفة يشرب، فشرب من الماء وقال بيت من هذا؟ قالوا بيت بشر الحافي. قال وأين هو؟ ألا يخرج إلينا؟ قالوا قد ذهب إلى الحج. فقال الخليفة نظر في جيبه فوجد صرة من الذهب فرماها إلى داخل الحوش أو الفناء، إلى فناء البيت، فرماها إلى فناء البيت. والبنات والأولاد والزوجة في الداخل. فقال الخليفة لمن معه من منكم عنده نقود؟ قالوا جميعا عندنا نقود يا خليفة، يا أيها الخليفة. قال من كان يحبني فليرمي بماله إلى هذا البيت. فكلهم يرمون إلى هذا البيت هذه النقود. ما شاء الله. الجميع يضحك إلا تلك البنت تبكي. جميع أهل البيت، الزوجة والأبناء جميعا يضحكون فرحين جميعا أنهم قد أعطوا مالا يكفيهم لسنوات، وليس إلى أن يعود الأب فقط بل لسنوات. والبنت تبكي. قالوا ما لك؟ كنا نبكي من الجوع وأنت تضحكين، الآن نحن نضحك من الفرح وأنت تبكين، لماذا؟ قالت اطلع على بيتنا رجل من خلق الله مخلوق فأوسعنا غنى فأغنانا. اطلع على حالتنا
رجل من خلق الله مخلوق فأوسعنا غنى، فكيف لو اطلع الله سبحانه وتعالى علينا كيف سيكون حالنا؟ ما شاء الله. فعلم أن هذه هي بنت بشر الحافي مثل أبيها، وهكذا التربية. طيب، يقول هنا ألا ننخدع بما يدعي الكهنة، الكهنة الذي يدعي معرفة الغيب، والدجالين، الدجالين يعني الكذابين، والعرافين الذي يدعي معرفة الغيب أيضا. ويقول أيضا أن نصدق بكل ما جاءنا عن رسول الله دون شك أو ريب. أخيرا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، ونعلم أنه سبحانه وتعالى لن يضيعنا إذا استسلمنا لأمره وأسلمنا الوجه له. هل استمعتم إلى الفيديو الذي أرسل لكم الدكتور هدايت عن أيمن رشدي سويد؟ هل اطلعتم عليه؟ من سمعه؟ من استمع إليه؟ فيديو أرسله الدكتور رحمة هدايت. سمعنا شيخ. نعم، الخلاصة أن أيمن رشدي سويد سمينا شيخ قارئ القرآن، حافظ القرآن، قال لم يضيعني الله سبحانه وتعالى منذ أن حفظت القرآن إلى الآن، لم يضيعني الله يوما واحدا. أمين إن شاء الله. لم يتركني أبدا. وهكذا قال كل من حفظ القرآن لم يتركه الله تعالى أبدا. أخيرا نقرأ كيف نطبق السورة بعد تعلمها. من يقرأ يتفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في حق نفسي ساتفكر في حقيقة الجن وأن منهم المؤمن والكافر، أن يزداد يقيني بقدرة الله عز وجل، أن يزداد إيماني بأن الغيب لله وحده، سأجتهد حتى أكون من أهل الجنة وأعمل بأعمال أهلها، سأسعى لأن أحيا بالقرآن وأهتدي به في حياتي، لا يتطرق الشك والريب إلى قلبي مهما حاول المريبون والطاعنون في دين الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ الوحي قرآنا وسنة. في حق مجتمعي سأتدارس سورة الجن مع أهلي وأحبابي وتدبر فيها آيات الله سبحانه وتعالى وعظمة خلقه، وأبين لهم تقرير عقيدة الإيمان بالجن، وأحثهم على التفكر في قدرة الله عز وجل بذكر حال الجن الذين سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر ما توعد الله به المجرمين من العذاب، فنجتنب سوء عملهم ومصيرهم، ونتعاون على الاجتهاد في أعمال الخير والطاعة والبر والإحسان. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وإياكم. أحسنتم جميعا. من عنده سؤال فليتفضل قبل أن نختم. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أمين، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، أمين، وإسرافنا في أمرنا، أمين، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، أمين، ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. أمين. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وجعلنا من ورثة جنة النعيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya syekhuna. Barakallahu khairan ya syekh. Waalaikumsalam. Ya syekhuna.